بحيث النهارده هيبقى على المستشفيات الجامعيه. الهدف الاول من المستشفيات الجامعيه هي تقديم خدمه للمريض. الانسان المصاب بمرض وجاي لي انا عايز اقدم له خدمه. ايه الخدمه اللي احنا مفروض تقدمها المستشفيات الجامعيه؟ اول حاجه الرعايه الصحيه المتميزه. وبقول متميزه لان اي فرد في الشعب المصري البسيط الغلبان لازم ينال الرعايه المتميزه. ما هوش اقل من اي انسان في العالم ان هو ينال رعايه متميزه. وما بتكلم على المستشفيات الجامعيه يبقى المستشفيات الجامعيه دي فيها اعضاء التدريس مفترض ان هم قمه العلم وقمه الكفاءه في الطب، فبالتاكيد هم اللي بيقدموا الخدمه المتميزه. الخدمه المتميزه ديت اقدر اقول انها نفسي ساعد لها. انا جدتي وانا امتياز توفت في الانتنسيف كير هنا، والدي وانا معيد وخالي وانا معيد توفوا في الانتنسيف كير هنا، لاني كنت معتقد ولا ازال ان ابويا وامي واهلي احسن مكان يتعالجوا فيه هو في مستشفياتنا هنا. الحاجه الثانيه مجانيه حقيقيه للعلاج. الشعب المصري في قطاعات كبيره جدا ما تقدرش انها توفر الفلوس للعلاج، فلازم نقول مجانيه حقيقيه، مش العيان يخش وبعدين يبتدي يدفع ويبتدي الفلوس تسرسب منه بحاجات مش متوفره في المستشفيات. النقطه الثالثه انسانيه التعامل واحترام الادميه للانسان، لان المريض اللي جاي من حقه حتى لو كان جاي مستشفى تعليمي ان انسانيته تحترم وان ادميته تصان ولا يهان باي شكل من الاشكال. ده احترام لحقوق الانسان اللي كل الشرائع وكل القوانين بتعززها. طيب الكلام ده بيجي من خلال ايه؟ من خلال بيجي الطبيب الانسان مع كل طاقم العمل والمنظومه الانسانيه في اطار منظومه متكامله للجميع. البنيه الانسانيه انا اعتقد انها اهم شيء، وان الاستثمار في البشر هو العائد. وفي مبادئ عامه بتحط لنا آلية مبادئ 10، أنا شايفهم 10 ممكن يعني ممكن زيادتهم ممكن نقصانهم، بس نمرة واحد التواصل والحوار، التواصل والحوار بين كل أطراف الدايرة الإنسانية اللي موجودة ومع المريض. التطبيق، العمال، الإدارة، الفنيين، الصيادلة، أعضاء التدريس، النواب، الامتياز، لازم يبقى في تواصل وحوار وتشاور. نمرة 2 الشفافية والمصداقية، وزي ما اتكلمنا لازم يبقى في شفافيه للميزانيات، وانا بشكر الدكتور صديق ان هو بذل الجهد والعناء ان هو يوفر الميزانيه اللي موجوده، بشكره لانه تعب ووفرها، وبشكره لانه ساعدني بناء على طلبي ليه اني اقول ان انا كده قدرت اوفي باحد بنود برنامجي الانتخابي وهو توافر الشفافيه اللي اصبحت موجوده دلوقتي عند مدام نشوه وممكن اي حد يطلع عليها. العدالة والمساواة. العدالة والمساواة بين الجميع في كافة القطاعات. مفيش حد يجامل على حساب حد، مفيش حد ياخد حق حد إلا طبقا للكفاءة. التعليم والتدريب للجميع يجب أن يكون مستمر على كافة القطاعات علشان دايما نبقى عند المستوى اللي احنا عايزين نقدمه للمرضى بتوعنا. التوصيف الوظيفي، لازم كل واحد يبقى عارف هو بيعمل ايه امتى. والحقيقه خلال الفتره اللي فاتت او خلال السنه اللي فاتت من خلال السكاب اتعمل دليل التوصيف الوظيفي، شارك فيه عدد كبير جدا من اعضاء التدريس ومن الاداره، واذكر منهم الاستاذه منى غزال شاركت بجهد برضه فيه، والناس اللي شاركت بالجهد ده تكرم وتشكر على جهدها. بس التوصيف الوظيفي ده هو محتاج ان هو يتوزع على الاقسام بحيث يتعرف بالظبط ايه حدود الصلاحيات والواجبات والحقوق للجميع وتطبق بعدها. العمل الجماعي وتوزيع وتقسيم العمل. اي ملفات لازم توزع على مجموعه من الناس وتطلع بيها وتقدم تقرير عنها. وفي خلال هذا الاداء يجب ان نحترم الخبره والتخصص واصحاب يعني الامور الفنيه هم اللي تولوا زمام الجمهور. بالتاكيد بيبقى في تحفيز، نظام تحفيز ومكافاه سواء ماديه او عينيه او حتى اذا كانت في صوره ادبيه في صوره تدريبي.
ولازم يبقى فيه رقابة ومتابعة وتطبيق قانون. لازم يبقى فيه الرقابة، سواء الرقابة الفنية أو الإدارية أو المالية. نشكل لجان للرقابة من أعضاء هيئة التدريس ومن المختصين كل في مجاله. العناية والرعاية للعاملين في هذا، وبالتأكيد لازم تظللنا مظلة الأخلاقيات والتقاليد الجماعية. البنية الإنسانية تشمل أطباء الامتياز، وإحنا اتكلمنا عن أطباء الامتياز وإن هم ده لسه ما خلصوش الدراسة بتاعتهم، ما خدوش الشهادة بتاعتهم، يبقى لازم إن هم يبقى لهم برنامج تدريبي، تفعيل اللوك بوك، لازم نفتح قنوات مع وزارة الصحة للتدريب ونفهمهم، نقعد معاهم ونشاركهم مشكلاتهم ونهيئ مكان مناسب لإقامتهم ولسكنهم أثناء المباتشيات، ونفتحهم عندهم دلوقتي مجلس تمثيل وهم بيعملوا نشاطاتهم، بالعكس احنا نساعدهم. الأطباء المقيمين، النواب هم عصب في المستشفى، من غير النواب المستشفى دور، مش الأساتذة، مش أعضاء التدريس، النواب هم اللي شايلين المستشفى. يبقى من حق النواب ان يبقى عندهم برامج محدده للتدريب في الاقسام، بالتاكيد في اقسام فيها تجارب كويسه جدا، بس لازم ده يبقى موحد وبرامج التدريب تبقى واضحه، وخاصه ان فتره النيابه بقت 5 سنين دلوقتي، فلازم المساله تبقى واضحه. لازم يبقى في دراسه لمتطلبات الاقسام من النواب الاساسيين، ونشوف ان احنا نزودها، ما نزودش في طبيب ثالث وطبيب تدريب وانا محتاج نائب اساسي، لان دي من شروط العداله، وبالتاكيد هحتاج اكتر ساعة ما ابتدي اشغل مستشفى مواساة، ساعة ما ابتدي اشغل مستشفى سموحة انا محتاج اكتر. بالنسبة للتسجيل للماجستير، النواب اما بيجوا يسجلوا مضطرين يحضروا المقررات، بيبحثوا عن تخفيض زي المعيدين، الامتياز دي تخفيض، وبعد كده زي ما قلنا نربطها بمنح دراسية لليستمر في التفوق، يمنح اعفاء، وبعد كده تتدرج يعني فرديا او عكسيا مع التقدير. حضور المقررات بيبقى فيه مشكلة، النائب بيشتغل ومش قادر يحضر المقرر الدرس ويتاخد غياب، فلازم يتحط نظام ان هو ممكن تعويضه في فترات اخرى ان هو فعلا شغال وشايل العمر. وقت الامتحانات زي ما قلت امبارح او اول، الاقسام بتقع. ليه؟ لان في كريدت اور سيستم ان هو كلهم في نفس الوقت، بيمتحنوا في نفس الوقت، فبنلاقي ان مفيش حد بيشتغل او الشغل بيقع، فلازم ان هو يبقى فيه تقدير لهذه الامتحانات. زمان كان فيرست بارت بيخش لوحده والسكند بعديه والدكتوراه بعديها، فلازم مراعاه كده. لازم نعيد تقييم السنه الاولى اللي هي بتاعت الروتيشن، لان السنه الاولى بتاعت الروتيشن لازم نقعد ونقعد مع النواب، لان السنه الاولى بتمنع النواب من تواجدهم في اقسامهم لمده سنه، وفي بعض الاقسام البرنامج ما بيبقاش فيها منضبط قوي او ما هماش لهم حاجه قوي. في اقسام جايز بتستفيد، بس في اقسام النواب في الفتره ديت بيبقوا فعليا في اجازه. المشكله الثانيه ان النائب بره اسمه وفي نفس الوقت مسجل ماجستير، بياخد اول سمستر وثاني سمستر اللي هو بياخد فيهم الساعات بتاعته، ويبتدي يسجل رساله في موضوعات ما خدهاش ولا شافها لانه ما جاش اسمه خالص. فالمقترح ان السنه دي يعاد النظر فيها، لو هتكون موجوده يبقى السنه الاولانيه، والسنه الاولانيه بتخلي مش موجودين، الجناير مش موجودين، الاقسام بتقع زي التخدير، التخدير في سنه بالسنين ما كانش لاقي نواب. فلازم السنه ديت لو هي هتتعمل السنه الاولانيه يكون موجود فيها النائب في قسمه، وبعد كده يبقى 3 شهور كل سنه بالتبادل. لازم اوفر النواب السكن النظيف اللايق والتغذيه المناسبه. لازم تحدد بالظبط مسؤوليات الطبيب الثالث ايه؟ وعددهم قد ايه؟ طبيب التدريب ايه؟ والاطباء المقيمين الزوار ايه؟ معنى التوصيف الوظيفي ويتعرف بالظبط دول بيشتغلوا ازاي؟ ولازم ما دام بقى لهم برضه النواب مجلس امناء اطباء مقيمين، لازم نتواصل معاهم، لازم نسمعهم، لازم نشوف مشاكلهم، لازم نعمل على حلها. التمريض، التمريض لازم ندرس مشكلاته، ومشكلات جزء كبير جدا منها جزء مادي. انا بطلب زياده الاعداد، بس المشكله في الاعداد ان هي الاعداد الفنيه، الممرضات دلوقتي الفنيين المتخصصين بتوع العمليات بتوع المنتسرين بتوع العنايه المركزه بيسيبوا الشغل عشان يروحوا يشتغلوا في المستشفيات الخاصه، لان العائد منها اعلى جدا. يبقى لازم انا اعمل تدريب واوسع القاعده، لازم ابتدي اديهم مكافآت اكبر مقابل عامل جذب انهم يكونوا موجودين. كفاءة التمريض لازم يبقى في دورات تدريب متخصصة لهيئات التمريض، وخاصة زي ما قلت في الحاجات التخصصية اللي محتاجة يعني مجهود وتميز. لازم نشوف
أو تعمل دراسة التمريض هل هي بتخرج نوعية على كفاءة، ممكن نعيد يعني التقييم، المناهج اللي بتعطى لهم، الأعداد اللي بتعطى لهم علشان يبقى لهم دور أكبر. الصيادلة، الصيادلة قطاع كبير موجودين، لازم ندرس مشكلاتهم ولازم نشوف هل هم محتاجين تدريب، هل هم محتاجين استماع إليهم. في مشكلة كانت موجودة في الوحدات الصيدلة الكلينيكية، لازم المسألة دي تتحل خاصة مع الأورام. الجهاز الإداري بكامله، الفنيين من فنية أشعة، من فنيين معمل، من فنيين من بتوع فيزيست في الأشعة، وكذلك العمال. لا، لازم نتواصل معهم دائما علشان ما يحصلش انفجار. لازم التواصل يبقى مستمر، نستمع إليهم ونعتمد على تدريبهم وزيادة دخلهم من حصيلة الصناديق بعدها. البنية الأساسية المباني والمنشآت، بالتأكيد لازم نستكمل المباني اللي كانت موجودة ونمشي فيها، أو الإنشاءات القائمة بالكلية والمستشفيات. لازم المباني الحالية يبقى لها دايما صيانة مستمرة ومراجعة مستمرة علشان ما نفاجئش بعد كده إن في حاجة محتاجة قرار إزالة وإن إحنا ما اتخذناش الاحتياطات قبل ما يصدر هذا القرار. النظر في إنشاء مباني جديدة زي ما اتكلمنا امبارح، دي المستشفى الرئيسي الجامعي ودي الأماكن الفاضية، هل إحنا محتاجين أو مش محتاجين؟ نقعد ونفكر سوا. بالتأكيد في تحديثات هتبتدي تحصل. ده مبنى الاستقبال، ده كريكت، ده مبنى الاستقبال، ويقال إن مبنى الاستقبال برضه صدر له قرار إزالة، والحتة دي هتروح. في تجديدات هتحصل في المبنى ده اللي هو بتاع الأورام. في حاجات هتستكمل في المستشفى الرئيسي الجامعي. المستشفى الشاطبي، المستشفى الشاطبي جنب المكتبة، دي المكتبة ودي مستشفى الشاطبي سواء للأطفال أو النساء، وده مكبر فيها، فيها مصحات فاضية، فيها تعمل ملعب للطلبة لو هم هيمارسوا نشاط. وفي احتياجات تانية، يعني احتياجات مستشفى الشاطبي اللي شفناها إن المغتسلين العدد السراير قليلة والمساحة مش متوفرة، يبقى لازم أحاول أزودها. التمريض مش متواجد لأنه تمريض فني عالي، يبقى أنا أحاول أزودها. ليه؟ لأن لما مفيش أعداد بتخش بينفلوا النساء للولادات، أما بينفلوا النساء للولادات الامتياز ما بيشتغلوش، وفي امتياز كتير جدا 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 بيخلصوا تدريبهم وما ولدوش حالة نورمال، اللي هي المفروض أي طبيب متخرج يكون بيعرف يولد حالة نورمال إزاي. مستشفى الحضرة، وسمعنا طبعا مجهودات الدكتور عبد الجواد فيها، ودايما عايزين تعزيز في كل الأوجه. مستشفى المواساة اتكلمنا برضو فيها امبارح، وشفنا الجزء بتاع المستشفيات اللي هو الموجود ده، وقلنا ان هيبقى فيه مراكز متميزه في زراعه الكبد والنخاع والكلية والاشعه التدخليه، ولازم تتوافر الخبرات وتتوافر القوه البشريه، بالتاكيد هنحتاج زياده. مستشفى سموحه، مستشفى سموحه لو احنا بصينا كده، مستشفى سموحه ديت مبارك، دي مبارك الرياضية، مدينة مبارك الرياضية، ودي ترعة المحمودية، دي حديقة أنتونيادس، ديت حديقة الحيوان، وهنا مكان مستشفى سموحة وجنبها مساكن أعضاء التدريس اللي هي موجودة هنا دي. مستشفى سموحة بقى لها فترة ما حدش سمع عنها حاجة. المستشفى جاهزة وتعدي عليها بالليل منورة وعليها سكيورتي كتير جدا. مستشفى جميلة وجاهزة، والدكتور محمود قال إنها جاهزة. المنحة الهولندية موجودة سواء للطوارئ أو للأطفال، مفروض إن يتم استكمال هذا المدام موجود، ويتم الأقسام المختصة بالطوارئ والمختصة بالأطفال تروح هناك وتشوف وتحدد بالضبط مع بعضها إيه الاحتياجات اللي موجودة وإيه اللي ممكن توفيره من إمكانيات أخرى مادية وبشرية. عايزين احنا عايزين طاقم شغل المستشفى بالحجم اللي موجود ده، احنا عايزين أطقم إدارية ونواب ودكاترة وتمريض لازم توفيرها. مستشفى برج العرب، احنا سنة 97 الكلية خدت 110 فدان في برج العرب، 110 فدان في برج العرب في منطقة متميزة، هنا المنطقة الصناعية الثانية، هنا الأرض بتاعت نادي سموحة، ده المكان بتاع مستشفى برج العرب او الارض الموجوده. الارض الموجوده ديت دي الحدود بتاعتها، كل المسافه دي من اول الخط ده لغايه الخط ده مساحه
110 فدان، اذا كنا بنقول المواساة كانت على 5 فدان، انا 110 فدان دي تعمل مدينة طبية متكاملة. ده الفكر وده المشروع اللي كان الدكتور بلال ابتدى يفكر فيه. مبني عليها اوريدي الجزء اللي هو الصغير ده اللي هي مستشفى برج العرب، والموست يعني برضه جاهزة، عايزة ستاف، عايزة استكمال أجهزة، عايزة الناس تروح هناك، عايزة وسيلة مواصلات بحيث ان انا تمنتين الكلام ده. ولو هشغل المستشفى دي دلوقتي يبقى انا عندي بقية المساحة دي. بقى اللي احنا كل واحد يفكر فيها على المدى الطويل لأولادنا، ده اللي هو يسموه سستين ديفلوبمنت، التنميه المستدامه. انا ما بفكرش في نفسي دلوقتي، لا، انا بفكر في اولادي بعد كده. احنا جايز مش هنشوفها بس اولادنا هيشوفوها، ونحط تصوراتنا ونحط خيالنا علشان نشوف احنا عايزين نعمل ايه في هذا المكان. البنيه التحتيه سواء ميه، كهرباء، صرف صحي، امن مدني، حريق، لازم نعمل اجراءات صيانه دوريه وتحديث لمحتاج منها الاصلاح. ساعات حاجات بسيطه جدا في مجاري في ماسوره لو انا سبتها بتعمل مشاكل كبيره جدا، فلازم صيانه وفرق صيانه دوريه ومتابعه دوريه. شبكات حديثه محتاجها، وخاصه في الصرف الصحي في مدخل الاستقبال لازم يبقى في شبكات حديثه. وانا اعلم ان في دلوقتي في عمارات البطنه والجراحه في تجديد في المساله ديت، ده لازم يستكمل. الدفاع المدني والحريق وشبكات الميه للدفاع المدني.